استوديو علاء الدين للمواهب. اهلا بكم يا اصدقائي في حلقة جديدة من استوديو علاء الدين. النهاردة معانا رسام، رسم لوحات كتير وشارك في معارض كتير. تعالوا بينا نتعرف اكتر على الفنان ادهم. انا اسمي ادهم ياسر، عندي 17 سنة، بحب الرسم جدا من وانا صغير، وكنت برضو بحب اقرا الكوميكس، فمن حبي ليها يعني خلاني ابدا ارسم، وبحب الفضاء. قد يكون ده يعني هيكون موجود في شغل كتير. شاركت في كذا معرض، كان منهم معرض اسمه بين المدينتين، ده كان عن التغيرات اللي بتحصل في المدينه وازاي البلد كان بتتغير، يعني زمان كان تخطيطها العمراني كان عامل ازاي. كنت بعمل كوميكس بالشراكه مع فنانين تانيين، وشاركت بقصة تانية بقصة في معرض اسمه كوش كوميكس، كان معروض في الجامعة الأمريكية اللي بوسط البلد، كانت صفحة بس يعني اتعلقت في المعرض. بدأت الرسم عن طريق يعني اني كنت بقلد رسومات ناس تانية وبتعلم منهم، وبشوف فيديوهات على النت وكده وبتعلم منها بس. وبعد كده بقى يعني كنت بوري صحابي وكده وبيعجبهم بشغلي، فكان يعني ده بيحمسني اكتر ان انا اقدر ارسم اكتر وهكذا. دي كوميكس كنت عاملها، يعني كنت افكار مختلفة بنزلها على الفيسبوك او على تويتر، او كنت في بلوج انا عامله، ودي رسمة الناس بيعملوا فيديوهات اسمهم ايجيكولوجي، ودي كوميكس تانية. دي قصة اسمها ذات كوميكس، اول كوميكس عملتها في حياتي. دي قصة عن الفضاء، لو كان في وكالة فضاء في مصر. ودي قصة اللي هي كانت اسمها الابواب، كان مع فنانين تانيين. ودي عن مذبحة القلعة بس بطريقة كوميدية شوية، يعني كنت بتخيل كان ممكن تبقى عاملة ازاي، ان هو كان جعان وكانش فيه اكل فكان بيقتل المماليك. دي قصة اسمها المحكمة، كان بتكلم يعني ان واحد بيتحاكم وبيطلب طلبه الاخير عشان هيتعدم. دي كوميكس كنت عاملها مع ناسها بالعربي، صفحة يعني بتنزل مقالات او بتترجم مقالات الناس بتعملها، فدي كانت كوميكس يعني ببسط حاجات علمية بطريقة كرتونية ومضحكة. عجبتك موهبتي النهارده تقدر تعمل لها لايك وشير، لان اكتر موهبه هتاخد معانا عدد لايكات وشير كتير هي دي الموهبه اللي هتكسب معانا النهارده. وانت كمان يا علاء الدين ينفع تشجع صحابنا معانا. مجله علاء الدين، مجله لكل البنات والاولاد. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب لقناتنا.